أسعد الله أيامكم أحبتي. هذا مشهد لمدخل مدفن القبارصة في العاصمة القبرصية نيقوسيا. أم حزينة. إفانجيلوس إفانجيليو. هذه قصة شاب نعرفه منذ 40 عاما، ونعرف أهله لأنهم جيراننا. ما ترونه الآن هي مشاهد من داخل المدفن، مشاهد حية حقيقية رأيتها اليوم. كنت متوثبا في الحقيقة من أجل أن أدخل كرجل مسلم، وبنفس الوقت أحمل كاميرا أمام بين كل هؤلاء الناس الذين لا أعرفهم حقيقة، ولكنني تجرأت رويدا رويدا وأخذت الكثير من المناظر التي ستشاهدون بعضا منها. حقيقة لم أدخل كافة المناظر التي رأيتها. أحبتي، هذه هي مشاهد لمقابر أهل نيقوسيا بشكل رئيسي. هناك بعض الناس الذين نعرفهم وقد دفنوا في هذا المكان، ولكن لا نعرف بالتحديد المقبرة التي هم فيها. ما دفعني في هذا اليوم أن آتي هو أنني كعادتي كنت أذهب صباحا لأتريض لمدة ساعة تقريبا أقل أو أكثر، ولكنني في هذا اليوم سئمت الحر والجفاف ولا أدري كيف هربت، وإذ بي أجد أمامي الكثير من السيارات متوقفة. انظروا إلى هذا المشهد، ها هو طريق الإنسان إلى نهايته. صورته لكم بالسرعة البطيئة، لا أدري لماذا، لكنني وجدته معبرا أكثر بهذه الطريقة. هذه قصة هذا الشاب الذي مات بحادث قبل 14 عاما. مات فتى عمره يقرب من عمر صديقي الذي مات في سوريا، شابا فتيا غضا. كان هذا الشاب يبيع الخضار، كنا نشتري منه، وتعرفنا عليه وعلى أهله. انتقل إلى قضية النقل، كان جادا جدا يريد أن يساعد أسرته الصغيرة وأولاده وأهله وحتى جيرانه، فكان ينقل بين المدن كمية كبيرة من الخضار بوسائل نقل ثقيلة. كان منهكا في إحدى الليالي، وفي منتصف الليل تقريبا جاءه النعاس، ربما سقط شيء من يده حاول تناوله، وهناك روايات كثيرة، لكن الحادث الذي حدث كان مريعا وأودى بحياته، وهو يبحث جادا تعبا شقيا من أجل لقمة عيش. في كل أسبوع عندما يعملون القداس يقدمون ما يسمونه بالكلفة التي نراها الآن. هذه هي عبارة عن قمح مسلوق مع حب رمان مع سكر مع مكسرات، أتادوا عليها مع البقسماط الذي يسمونه عندهم كأكلة للخبز في الكنائس عادة، يقدمونها مجانا.
وخلال بقائي بينهم اليوم نلت 3 مرات قدموا لي دون أن يسألني أحد عن غربتي ومن أكون أنا. هذه المشاهد التي ترونها مشاهد للصامتين، هذه مقبرة إيفانجيلوس صاحب الحارسة والذي مات عمره 30 عاما وهو يبحث عن لقمته. للصدفة التقيت بأمه هناك. في كل أسبوع تذهب للقداس وتقترب من قبره، تمسح على صورته، تشعل له القناديل. هذه هي الأم الحزينة، فقدت ابنها منذ 14 عاما، وما تزال في كل أسبوع تأتي لتقوم، تأتي إلى المكان لتقوم بكل ما سأصفه لكم. تشعل البخور، تشعل القناديل. هذه هي القناديل، هذه هي صورة المرحوم أنجلوس، تبخره، تبسمه. السيدة مارولا من عائلة تنتمي لتجارة الخضار والفواكه، قريبون منا على بعد 30 مترا فقط من بيتنا، بيتكم. أربعة عشر عاما لم تمل أبدا من الذهاب إلى قبر ابنها وكأنه حي، تخاطبه، تتحدث معه. وهذه المرة يبدو أنها أخذت حفيدتها، ولهذه الحفيدة قصة. انظروا إلى وجهها، هكذا يبقى القنديل مشتعلا خلال الأسبوع الكامل. إيفانجيلوس أعرفه جيدا، شخصيا أعرفه، ولطالما خدمني، ولطالما كافأنا بجيرتنا بالتعامل الجيد والسعر الجيد واللطف الزائد. السيدة مارولا تحمل الماء لتسقي الزرع الموجود على قبر ابنها، هي وحفيدتها. كما قلت، انظروا إلى وجه حفيدتها، سمراء بشكل زائد عن المألوف في قبرص. والسبب أن السيدة مارولا وأولادها وافقوا على زواج ابنتهم من شاب أفريقي، ربما من توغو أعتقد، قبلوا به ولم يفرقوا لا في الجنس ولا في القومية ولا في المكان ولا في اللون. هذه الابنة الجميلة الصارخة بالجمال، هذه الطفلة هي نتيجة لقاح أفريقي قبرصي. نعرف الأب ونعرف الأم جيدا، لم تفرقهم لا قوميات ولا ديانات. انظروا كيف تعلم البنت سقي النبات. النبات كان يحتاج إلى الماء بسبب شدة الحرارة، في كل أسبوع يحتاج أكثر من مرة الحقيقة، ونراه في معظم المقابر قد جف. لكن السيدة مارولا تحاول جاهدة قدر الإمكان أن تبقيها خضراء
كل أسبوع لم تتعب ولم تغيب ولم تتغيب مرة واحدة في كل أسبوع 14 عاما والعمر كله، وتبقى تخاطبه وقد سمعتها تخاطبه وكأنه حي فعلا. هناك مقالة يبدو أنها كتبتها كرسالة فوق رأس ابنها، تقول إنك تعيش الأزلية هناك، لا حيث لا يوجد موت وحيث لا يوجد شقاء وحيث لا يوجد ظلام. نعم قرأتها باللغة اليونانية بقدر إمكانياتي على القراءة. تيلالي اسم البنت مديرسة. مديرسة اسم البنت مديرسة، نصف قبرصية ونصف أفريقية. يا دي أخي يا دي أخي، أبوها إنسان جيد وتعامل مع ابني مرات في التجارة. انظروا لهذا الملاك، شيء مذهل حقيقة. تأكل الكلفة أو القمح مع المكسرات مع السكر الذي أخذته من الكنيسة بعد انفضاض القداس. بالمناسبة كان هناك أكثر من 20 امرأة توزع بفنها الخاص برسومها الخاصة هذا النوع الذي اشتهرت به الكنائس بعطايا. هنا انتهت من أعمالها واتجاه البيت لتنتظر أسبوعا آخر وتعود مرة أخرى من جديد. هنا وقفت على زاوية المقبرة في مكان ما بعد أن ودعتها وأخذت هذه الصور. الحقيقة أقول لكم لأنني أعرف الشاب وأعرف صفاته وأعرف أهله، فقد بكيت وأنا أصور لكم هذه المشاهد. لا تفرق، بل لا تفرق، الإنسان هو الإنسان. ولد في قبرص أم ولد في سوريا أم ولد في أي مكان في الدنيا، هذه هي لون، هو وجه يحكي التاريخ، هو وجه يحكي التاريخ. وهذه هذا الصحن كان جائزتي في هذه الزيارة.